مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بكم شيخ يحيى. بداية، على الرغم من توجه وسائل الإعلام إلى القصف الأمريكي لميليشيا حزب الله في القائم، هل تعتقد أن يثني هذا الالتفات الإعلامي الثوار عن هدفهم؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، كما تعلم أن جماهير شعبنا اليوم هي أكثر وعيا وإصرارا على انتزاع حقوقها وعلى انتشال العراق من براثن الفساد والتسلط ومصادرة القرار من قبل النظام الإيراني. وما جرى يوم أمس من ضربة جوية على مواقع حزب الله كان بتخطيط إيراني لجر الأمريكان من أجل مواجهة على أرض العراق في محاولة للانقضاض على الثورة وإنهاء دورها في تخليص العراق من براثنهم. ولكن أعتقد أنهم لن يفلحوا أبدا، لأن العراقيين هم أكثر وعيا، وأن هذه المواجهة ستكون ما بين أمريكا والميليشيات الخاضعة للولي الفقيه وللحرس الثوري الإيراني، وأن العراقيين لن يكون لهم ناقة فيها ولا جمل، ويجب أن ومن المفروض أن تكون المواجهة على المواقع لهذه الميليشيات حتى داخل معسكرات الحرس الثوري داخل الأراضي الإيرانية، من أجل تجنيب العراقي هذه المعارك التي تجري على أرضه، ومن أجل استمرار هذه الانتفاضة من أجل الخلاص من أوتار الفساد التي بثتها إيران وسلطتها على مصادرة الثروات والقرار السياسي العراقي. شيخ يحيى، إلى أي مدى تعتقد أن عملية التصعيد خلال الأيام القادمة بالنسبة للثوار يمكن أن تؤتي ثمارها في ظل الإخفاقات الحكومية المستمرة والسخط الشعبي المتزايد على كل شركاء العملية السياسية؟ الإخوة المتظاهرين عليهم بتصعيد مواقفهم ومطالبهم من أجل إسقاط وحل هذا البرلمان، لأنه بؤرة الفساد الأساسية في المجتمع. لذلك يجب الخلاص من هذه الزمرة الفاسدة التي جاءت بالتزوير ولا تمثل إلا نفسها، وقد سنت لها قوانين وشرائع فصلتها على مقاساتها من أجل النهب ومن أجل فرعنة الوجود الإيراني ومصادرة الثروات العراقية. لذلك أنا أرى بأن التصعيد المقبل الذي سوف تشهده الساحات في بغداد والمحافظات الجنوبية هو بحل هذا البرلمان الهزيل وإنهاء دوره في هذه العملية السياسية الفاسدة للوصول إلى إنهاء هذه الأحزاب وتشكيل حكومة طوارئ تحت إشراف الأمم المتحدة من مختصين يقومون بإعداد دستور جديد للبلاد ومفوضية انتخابات جديدة وإصدار قانون جديد للانتخابات في ظل وضع مستقر ومن أشخاص يكونون حريصين على الوضع العراقي قبل أن يلتفتوا إلى الأجهزة الأجنبية والخارجية التي تسعى لتمزيق العراق. الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت قالت للعراقيين في تصريح لها أن على العراقيين أن يواصلوا التعبير عن آرائهم ولا يتوقفوا. كيف ترى هذا التغيير النوعي من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بتصريحاتها ومواقفها التي أحبطت في بداياتها وكانت سلبية بالنسبة للتظاهرات؟ ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عندما انحازت إلى جانب الفاسدين قد رأت ما تصدى لها، عندما رأت أن العراقيين قد تصدوا لها ولأفعالها وجدت نفسها أنها في خندق الخاسرين. لذلك أرادت أن تطلق بعض هذه التصريحات وأن تقف موقف تحت الضغوط الشعبية، أيضا حفاظا على ماء وجهها وحفاظا على حيادية منظمتها. وإلا فإنها منذ أن وصلت إلى أرض العراق إلى قبل أشهر هي تقف إلى جانب هؤلاء الفاسدين وترسل التقارير الكاذبة، ولكن
الضغط الشعبي والإرادة الشعبية الكبيرة للمتظاهرين عليها قد غيرت من مسارها تحت وطأة هذا الإصرار الشعبي المطالب بالخلاص للعراق وللشعب العراقي من قبضة هؤلاء الفاسدين ومن قبضة الحرس الثوري الإيراني ومن يتبعهم. أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السمول، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.